شو موضوع الدحة اللي بيحكونا عنه؟ والله الدحة غالي علينا والله غالي علينا بالحيل. اي والله وما انسى صراحة موقفها معي صراحة. ايوه احكي لنا عنها. اي والله الاول شيء بدنا اياها تعال لهون عشان نشوفها بالضبط الدحة. طيب. على فكرة من المحبين للدحة. اول شيء بعلمك حاجة، الدحة أيوة. لها قصة بسيطة حلو، وهي انه كان فيه معركة بين الفرس وبين العرب طال عمرك، حلو، بين قبيلة بكر بن وائل من العرب. وكان الفرس يستخدمون الفيلة ضد بكر بن وائل. ايوه هذول بدو ما يعرفون لا فيلة ولا يعرفون شيء. حلو. جتهم عمالقة حيوانات كبيرة. ايش يردونهم فيها؟ عجزوا. كان في واحد يعني مخه شوي ذكي، نضيف مخه على قولتكم. ايوه نضيف مخه. ايوه جاء مخه. واقترح عليهم اقتراح. ايش قال؟ قال الفيلة تخاف من صوت الاسود، قلدوا صوت الاسد. حلو. وما عليكم باذن الله نكسر الفرس. فقالوا أيوة. يعني كيف نسويها؟ كان عدد الفرس جدا كبير وعدد العرب وقبيلة بكر بن وائل قليل جدا مقابل هذا العدد. حلو. فجو نفذ الصوت على اعالي الجبال، يعني على الجبال بيقول الصوت هذا صوت الاسد. حلو. سبحان الله بهذا الصوت رجعت الفيلة على الورا على الجيش. ايوه فكسرت الفرس في اول معركه لها في تاريخها. ما شاء الله. يعني تخيل مع العرب. ايوه هي كانت شوكة الفرس كسرت بسبب الدحة. والدحة طال عمرك بعطيك نبرة. يلا هو بدنا الدحة نحن. هذا دحة الدحة. أيوة. صوت يرد على صوت طال عمرك. أيوة. صوت مرة قوي، يعني لو تتابع مقطع له ولا شيء تحس إن صوت مرة عالي. يا عين. أي والله والله يسعدك حبيبي 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 حبيبي. أنا والله. بدي على طاري الصوت والبحة عندي لكنة شمالية من السعودية. يلا. لكنة شايب رجال كبير. هات سمعنا. والله يا خالي يا خالي بشار الحين أنت ما شاء الله عليك شيف وتعرف تطبخ، أبيك تطبخ لي أكل اليوم ما حلمت أذوق مثله. أي والله أي والله والله إني اشتهيت طبخك. انت رجل ما شاء الله عليك تتقن الطبخ وتتميز فيه ومهار فيه ما شاء الله عليك.